هدنة جديدة في اليمن مدتها شهر تبدا من خميس الثالث والعشرين من ابريل وتسري طوال شهر رمضان. الهدنة التي اعلنت من طرف التحالف اتت وفق المتحدث باسم القيادة المشتركة تركي المالكي بناء على طلب المبعوث الاممي وقف اطلاق النار بهدف اتاحة الفرصة لاحراز تقدم سياسي. وقال المالكي إن الهدنة المعلنة تعكس رغبة التحالف في دعم جهود مكافحة كورونا والتخفيف عن معاناة الشعب اليمني خصوصاً مع حلول شهر رمضان. التحالف الذي تقوده السعودية أكد أن تمديده وقف إطلاق النار خلال رمضان يصب في صالح تهيئة الظروف للخطوات الدولية الساعية لبناء حل سياسي شامل وعادل بين اليمنيين. الهدنة السعودية الثانية أتت بعد دعوة وجهها المبعوث الدولي مارتن جريفيث للأطراف اليمنيه طلب فيها بانتهاز أيام رمضان لإلقاء السلاح وإطلاق المختطفين وفتح الممرات للمساعدات الإنسانيه وتنسيق الجهود لمساعدة العالم في مواجهة تفشي جائحة كورونا. كان التحالف السعودي الإماراتي قد أعلن عن هدنة سابقه في الثامن من أبريل الجاري لمده أسبوعين من جانب واحد ولقيت الهدنة فشلا كبيرا حيث رفضتها ميليشيا الحوثي. وهو ما ادى لاستمرار المواجهه العسكريه بينها والجيش في اكثر من جبهه ورغم التفاؤل الاممي بمجيء رمضان كفرصه لوقف التصعيد والسعي لارساء السلام الا ان مراقبين لمسار الهدن في اليمن يرون ان الهدنه القادمه قد تلقى مصير مثيلاتها من هدن السنوات الماضيه